السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا في الرؤية والناس، حلقة جديدة نجدد فيها المواضيع والأحاديث مع الناس. بناء الشخصية وشخصيتك كيف تقويها؟ خلونا نشوف كيف هي شخصيات الناس وكيف يطوروها. نتعرف عليك. أصيل عادل الحضرمي. حياك الله يا أصيل. أصيل، نتحدث عن بناء الشخصية، برأيك إيش هي الأشياء اللي تساعد في تطوير شخصية الإنسان؟ يعني هي في أكثر من شيء يساعد في تطوير شخصية الإنسان، منها أنك تتعلم من الحياة، من تجارب الحياة، منك إذا نفس الشيء إذا أنت ما مرت عليك تجارب في الحياة ممكن تتعلم من تجارب ربعك، نفس الشيء إذا مروا عليهم تجارب فتتعلم، فالإنسان عمره ما راح يتعلم إلا إذا غلط. يعني الأشياء اللي تخلي شخصية الإنسان قوية اللي هي مثل كيف تبني نفسك، ذاتك، عندك بعض القرارات اللي تتخذها أنت كشخص، تتخذ قرارات تبنيها أنت بنفسك، يعني تتخذ قرارات بنفسك. نتعرف عليك. علي الهادي. حياك الله يا علي. علي، حدثنا عن بناء الشخصية. بناء الشخصية يعتمد على الشخص أساساً، كيف يشوف شخصيته هو أساساً، زينة ما زينة، يحتاج تطوير أو ما يحتاج تطوير، فيشوف نقاط ضعفه وين، نقاط قوته وين. نتعرف عليك. علي خالد المرزوقي. حياك الله يا علي. علي، نتحدث عن بناء الشخصية، برأيك إيش هي أهم الأسباب أو الأمور اللي تساعد على بناء شخصية الإنسان؟ والله كبداية تتعلم من مواقف الآخرين وتكون حريص على المواقف الإيجابية في نفس الوقت، أساس أنك تبني شخصيتك أكثر وأكثر حتى يعني تتعلم من غيرك وتستفيد أكثر وأكثر. يعني مثلا أنا كنت دارسنا في الكلية، فربعي اللي كانوا دارسين معاي في نفس الدفعة كلهم تخرجوا، بقيت أنا وحدي ما في أي سبب، يعني كل اللي يسألني ليش بس كذا ما اعرف، فكان من لس. هل انت يعني كنت تتاخر دراستك او هم كانوا اكبر منك سنا؟ لا، كنا في نفس العمر في نفس الدفعه احنا داخلين، بس الفرق ان في ناس يعني كونوا حياتهم او ان قسموا اوقاتهم على اشياء مثل دراسه في وقتها، طلعه في وقتها وكذا. انا عكسهم، انا سويت إن طول الوقت طلعه، طول الوقت ندري ايش. ما كان عندك احساس بالمسؤوليه؟ ايوه نفس ما تقولي كذا، بس خذيت قرار بيني وبين نفسي ان انا ايش الشيء اللي مخليني انا لين الحين بعدني في مكاني ما تطورت، وقلت يمكن هي الربعة او ان انا ما اعرف اقسم في وقتي لان كل الناس حولي هنا، فخذيت نفسي من هنا وانتقلت لمكان ثاني نفس الشيء في السلطنة بس وحدي ما اعرف فيه ولا بني آدم. رحت هناك، الشيء الوحيد اللي انا اول ما طلعت من باب بيتنا عرفت اني انا طالع من هنا رايح أدرس، رايح الهدف أحققه وأرجع. ما أشارك في اتخاذ قرارات أحد، يعني أتخذها بنفسي. العمر كذلك له دور كيف تتخذ قراراتك وكيف تبني، يعني مثل سؤالك هذا. العمر من أي ناحية إلى دور؟ تعلم الحياة، تعلمك كل شيء، الحياة تعلمك كل شيء، كل يوم شيء جديد، كل يوم شيء جديد. عصامي. رأيي أهم شيء، لازم أقتنع بالشيء اللي أنا أسويه، ما أقبل أي رأي على طول. شخصية انطوائية نوعا ما، يعني منعزل، ما أحب يعني الداخل مع الناس أو اجتماعية كذا كثير وايد وايد. هذه الشخصية اللي كونتها بناء على إيش أنت طورتها؟ بناء على الدراسات اللي درستها، العمل اللي عملت في ربعي، أصدقائي، المجتمع اللي عايش فيه، أشوف وين الأنسب وأشوف أغلاط الناس وين الناس الصح. يعني حق للحياة عطاك هذه التجارب كلها. طيب أحب شوية كذا أقعد مع بروحي العزلة كذا وتعودت على هالشيء. وشخصيتك هذه تقبلها الناس؟ يتقبلها الناس، ما علي من الناس. يعني واثق من نفسك؟ نعم. ليش اخترت مكان ما يعرفك فيه احد ولا تعرف فيه شيء وحبيت انك تخوض هذه التجربه؟ عشان اعرف اني انا اذا جلست وحدي ما عندي ولا بني ادم اطلع معه، ما عندي ولا شيء اسويه، ما في غير ذاك الكتاب اللي تحتي. وقت ما حسيت نفسي ملان رحت فتحت كتابي،
سويت اعتماد كلي على الذات. ايوه انها تكون تجربه شويه غريبه عليك. غريبه واجد لدرجه اني انا ما اعرف ولا بني ادم، يعني وحده من السكن للكليه وارجع. قال لي شيء يعني ما شيء سيء في شخصيتي انا، يعتمد على اسلوبه هو اول شيء، كيف جانب اسلوب حلو وطيب، طبيعي اني اغيرها حتى لو كنت انا ما مقتنع فيها، بس اذا جانب اسلوب ما عجبني ممكن اعاند فيها حتى لو هي صح ولا غلط. زين يا علي، من خلال دردشتنا معاك عرفنا انك انت هنا مقيم في مسقط، هذا الاعتماد على الذات يساعدك في تطوير شخصيتك؟ اكيد. من اي ناحية؟ من ناحية كسكن انت ساكن فيه، كترتيب ملابسك، كترتيب اغراضك، كترتيب اشياءك اللي تجهزها حق العمل. وش تعطي نصيحة للي الناس اللي للحين ما كونت شخصيتها او تحس انها مرة كذا ومرة كذا؟ ثقة في النفس، اقول له يكون واثق بنفسه، انسان يكون واثق بنفسه ويتخذ قراراته بنفسه، ما يمنع انه يشارك اصدقائه واهله قرارات. طيب ايش هي اهم صفة انت طورتها في نفسك وساعدت جدا على اظهار شخصيتك؟ اعتماد على النفس، تفكير قبل لا اسوي اي شيء، والهدوء. وصف لنا شخصيتك بعد هذا التغيير الكبير، كيف اصبحت؟ يعني صرت انسان افكر بألف شيء قبل لا اسوي. يعني اول كنت من النوع اللي ما احاتي عادي الشيء اللي جاء اسويه ذاك الوقت، يعني من النوع اللي ما ورا اي شيء، نفس ما تقول ما محاتي شيء. بس هناك تعلمت واجد اشياء، منها اني اخطط قبل لا اسوي الشيء، مثال حتى في المصروف، اقل مثال اللي هو المصروف. لما كنت هنا والله هنا عندي اهلي اصرف نفس ما ابغى، هناك لا عندي راتبي لازم اعرف اقسم هذا حق ايش وهذا لايش وهذا لايش، فهمت كيف؟ صارت عندك اداره كليه لكل حياتك. صحيح، هذا هو بيقلص، هي هذا من نعم السفر، نفس ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ان في السفر السبع نعم، ومنها هذه ان تتعلم واجد اشياء ثانيه، وهذا السبب من الاسباب هي اللي اتوقع غيرت شخصيتي يعني بشكل كبير. عوامل كثيرة ممكن تساعد في بناء الشخصية وتطويرها، البيئة المحيطة والأسرة والذات بالنفس، ممكن نكون أكثر قوة وصبر وثبات، وأهم شيء ثقة بالنفس. كن دائما قوي لذاتك، لذاتك وبني شخصيتك بالصورة اللي تحبها.